الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. أعزائي المستمعين، طب صباحكم وأهلا وسهلا بحضرتكم للحلقة الرابعة اللي كيخصصها برنامج الحومة القديمة الجانب من تاريخ وذاكرة حومة القصبة. خلال هذه الحلقة كذلك ما تفوتنيش الفرصة في شكر مجموعة كبيرة من الزملاء والأساتذة اللي استقبلوني بصدر رحب كما كان الحال في الحلقة اللي مضت، وقلب مفعم بحب الحومة ديالهم، وهذا ما لمسته خلال الأيام اللي انتقلت فيها لحومة القصبة وزرت كما كان الشأن في باقي الحومات الأخرى. هاد الحومة متنقل بين دروبها وأزقتها ومرافقها الروحية. شكرا جزيلا لكل من الدكتور الباحث مصطفى عيشان، الباحث جمال الدين ساجيم، وكذلك الأستاذ محمد الصحيني مدير دار الشباب، وكذلك سيد مدير مركز الشباب هناك. وفي هاد الحلقة هذه الشكر كذلك موصول للأخ طاهر الإدريسي الملقب بولد النيني. اليوم كان اقترح عليكم أعزائي المستمعين جزء من حوار جريته مع السيدة للا زينب بنت محمد بنت بريك، تيفوق العمر ديالها، هي الأخرى 70 سنة كما كان الحال في السيدة اللي كانت معنا في الحلقة اللي مضت للا أمينة. كتروي لنا للا زينب هنا جانب من المعاينة ديالها بحومة القصبة، بحيث قضت عمرها بكامله هناك ولا زالت هي من الساكنة ديال الحومة الأوفياء لهذه الحومة. عادي تحدثنا بعفوية كبيرة على مجموعة مواضيع مختلفة في الزمن ومجموعة أحداث من قبيل اللعابات، من قبيل باشا السحسي، من قبيل مولاي أحمد القاضي، علاقتها بأم الفنان حميد الظاهر، علاقتها بالماريشال يوتي، علاقتها كذلك بجرانفيل، كذلك علاقتها بحسن ناظر، وبواحد الحس وطني كبير تتحدث على رفود المغفور له الملك محمد الخامس والرجوع دياله للمملكة الشريفة. أكيد وانتم كتستمعوا لها لافت للنظر أنها كتحدث كلام وطني صادق وتنبعث منها واحد المسحة من الوطنية العميقة. استمتع شيخ، كانت منه لحضرتكم. أنا زين بنت سو محمد بن بريك الفلالية، أبا دخل في يام السيبة قلت مولاي أحمد هيبة، ومش سمقيت يا فاطنة أحمد بنت أحمد البحر من حميد الغزير، هذا باقي وليا في سؤال فيه. بارك الله. هذا هو. من شلقيت. أيه. موريتانيا. أيه. أمي من تما وتعجي وعندي ولي أمي بنت أحمد البحر. هكاك. ها؟ هكاك. ولي أمي وبا راه في ضربة مزميز. عندنا واحد دار تما محبسة، إلا دخلت ضربة مزميز الحد ديالو تعوج على اليمن. هذيك الدار ديال جدودي ولكن محبسة ما سكنالهاش. قالوا لي سكن فيها، أنا ما بغيت نسكن فيهاش. هكذاك انت جيتي للقصبه؟ انا دزت فيها. دزتي كاع؟ دزت فيها. هذا لا هذه غير شريتها. امي اللي جات قالت لك جابوها في الشواري معقوده هي صغيره. اي جابوها وتزوجات با في ليلي تيجي مولاي احمد القاضي ولد عمو. ايوا بقى الناس تعرفوا الوقت هي وريتها. كيف انت تتعرفي القصبه؟ ايوا القصبه مشات مشاو هما اللي بسلام تجاكم. كان دقيقية فوقيتهم بالقور، وكان يعني العابات، وكان باشا السحسي، وكان تقول نخلي ضربك ما نخسر عليك والو، نديك عند الباشا شحال كنعطي ليك ساعة الباشا تحالك القضية 300 ريال، خليتي ضربو ولا حزرتي 300 ريال باش تطلع القضية، تدعي كاع 40 ريال باش. ومولاي حمد القاضي حتى هو كان هو مثال، حتى هو شد كاع النص في ضربة شتوكا كل هو نص ديالو الكثير راه شدو مولاي حمد القاضي، ولكن مات ما بقى داك الشيء. مولا كان دار الله اكبر فيها واحد الرجل كانت ساكنه عنده محمد الزاهري، حتى هي دخلات في مسكينه. شكون ام الزاهري؟ ام الزاهري كانت تتبيع الحليب البلبن عند سيدي منصور، كانت ساكنه معنا في دبشتوكا، حنا تنعيطوا عليها تتغني لينا ما عندها الصوت ديالها. تقول لها الشاميه ولا؟ لا تتغني لنا غناهم. غناهم. اي الا كنا ديك الساعه تنشردو تنقلعو الدم من العام للعام. الصدى. اي لا هو كانت ساكنه في دار الله اكبر. خليك هكا تجاوب. دار الله اكبر
فيها محمد الزهيري وام بوش نسيم البحباح وواحد الرجل تابع لقامة. والدار اللي في الصابة كان فيها مولاي احمد القادي تخرج وتدخل ليها، كان ساكن فيها السي حمال المدن ديال مولاي يزيد، لا في درب الشتوكة. اييه نتكي على دار الله اكبر. وكانوا الناس مزيانين، كان الدار الثانيه حتى هي عامره. هذه مرت حامي الزهير، ام حامي الزهير راجلها كان غزال، كان بكري غزال ومات. هي بدات تقول لها امي كانت تبيع اللبن عند سيدي منصور، وحمد الزهيري كان تيغني لينا على قال انا الدم تنشرطهم. حميد حمد الزهيري كان يغني ديما، كنا تنعيطوا عليه. واختو كانت فاطمه تتسخر عند مولاي ادريس بن عم الملك. نعم اللي في دوار كراوه. لا اللي في قدام دار مولاي الحسن النضر. ايه لانه كان مولاي الحسن النضر لا تجي ومولاي ادريس لا تجي. راه ساكن في هذا الراجل يتابع الماء حدا الجامع. ايوا وكان الدرب مزيان مولاي الحسن النضر، كنا تنخافوا منه. ومولاي عبد العزيز الله يرحمه خوه حتى هو. وكان الشريف مولاي المامون في درب السقايه بن عم الملك. ايوا وكان درب السقايه تنسقيو من السقايه. ولا ما عندنا السقيه تنمشيو نسقيو من واحد المعيده كاينه في دار جد مولاي المامون. تيجي الملك نامو اختو لالا فاطمه الزهراء هي اللي كانت واخده مولاي الحاج. تيقول لها مولاي الحاج واحد الراجل بصيرو تيتزور. ايوا مات حتى هي راه الله يكون لينا. يعني كانت القصبه في واحد الجو ما كان ما نقول لك. وملي تبي تدخل ملي تبي تدخل لدرب الشتوكه كاين الدار على اليمن واحد كيل كراج هذاك ديال سميت سيدي. نعم تاود فيه تمايا تنخافوا منه. على اليسر ولا على اليمن؟ على اليسر. على اليسر. على اليسر. اي تكون داخل مع الدخله ديال درب الشتوكه تجيك على اليسر. اي اي هكا زيد كاين درب تادلا. اي تادلا هو ديال عيشان في ساكن عيشان بين الخيمه ديال البارح. كان فيه الحسن السوسي. اياه كان الرياض الكبير ديك الساعه ديال من هذاك الرياض؟ هذاك الرياض ديال واحد الرجل من سوس. من سوس كان الرياض كبير. وهذا كان السيمي ذاك الكوكو كوكو تنقول لي كوكو. اي تيشوف للناس. اياه وكان فيه واحد كان فيه واحد الرجل تيقول لي يعني رجل داخل سوق لاسو ولكن ما عرفناش كيف كان. كان فيه شارجال ميلود، كان فيه هذاك اللي قبط أقدال والحسن السوسي. إيه كان تيدشوا ليه الناس الفول من أمي وجباد بجرتهم من اللي حنا عليه الله دار واحد الكراج تمايا ولا داير الكمايا في السلعة وداك الشيء وتا والله يرحمه مشى. كنا تنخافوا من مولاي حسن النضر إلا كنا دايزين. كانت المدرسة ديال الدراري كان بريمة. ايه ساكن في هذيك الدار دروك راه شراها كحل عيون. كان الكوماندار واخذ واحد المره تنقولها الزهره الكوماندار. ايه كان في درب السقايه الكوماندار. السقايه دار واش الدار اليوطي الدار ديالو هي اللي سكن فيها اليوطي الماريشال اليوطي. خدمت مع اليوطي في هذيك الدار. انت يا خدمتي مع الماريشال اليوطي؟ خدمت معاه انا بنت كنت خرجت تنخدم كنت تنخدم على امي يعني امي صحراويه ونجيب لك الخبز. كان واخذ واحد الزهره ديما تنتبعوها بالحجر. شكون اللي واخذها؟ كوماندار. كوموندون. لا كوموندون. كوموندون. ما شدها اليوتي خدمت مع اليوتي فيها حتى مات الكوماندار وخرجت الزهره ومات مالكه مات النصراني ومات السي جيله اللي كان في دار المخزن الله يرحمه قايد في دار المخزن. ايه ضروره باقيه مسكين تمايا. كان واحد الرحماني حتى هو كانت مالكه مات النصراني دارها راه شراها السي كليس الله يرحمه بني دار. ايه بني دار قاع شراها هذاك الجر. ايه شراها كانت فيها امي طاهره السوسيه الله يرحمها شراها حتى هي دارها وكاع حاز هذاك الدرب معمو ولكن ما دارش ولا رجعوا للماريشال اليوطي. الماريشال اليوطي قالوا من اللي شحال خدمتي معاه؟ خدمت عنده خرجتني هي الخضره. امي صحراويه وتخاصمت معها اختي الماكله هو يجيب لي الخدمه ولده مغري اللي ما كان في الصبيحه. اييه ولده مغري. اييه السلام. اييه هذاك هو السبب حتى خرجت نخدم على امي. واش ممكن تحكي لينا على ملي كنتي خدامه عند الماريشال اليوطي؟ كليت ووكلت وكان الخير. انا سي عمر ولد الله مليح كان عاطي السكنه.
وأساس وانا تنخدم والماكله ما تن تيجي ولاد الباشا تيجي ليادي تيجي الكادولات ما كان غير هذا رفو هذا غادي ما الخير كان. وكيف تتعقلي عليه انت يا المرشا الله يعطيك يدير طويل ايه ورقيق ولا كان داخل ما تقول جناب نقول لي نعم الشيباني اوه انا ماشي شيباني انت اللي شيبانيه رجل طويل طويل ورقيق ورقيق ومرتو حتى هي كذا ومتان طويل بزاف ولا مربوع القد لا طويل هكذا كان عندهم وليدات لا ما كان معاه حتى شي واحد حتى شي حد معاه مراتو اسمها ما تنقولوا لها فولجي ولا فولجي هكا يا ما ديك الساعه كنت خدامه انا باقا بنت هكذاك هكذاك خرجت نخدم على امي هي لازم بين عرفوا دابير لقيتها باش يكون ديك الساعه في الرجوع ديال محمد الخامس كي كانت الانشطه بالنسبه للعاب كانوا الناس تاع يلعبوا كانوا حماد شا كانوا عيسى وكانوا الهواريات كانت الدقه تتكون لها الكور ديالها كانوا تيلعبوا ديك الساعه شي ما ولا هم كانوا تيقعدوا عند داك السوق ديال درب النخاله في وقت النخاله سيدي منصور أو لا تيجيو للكجامع الكجامع تيقعدوا فيه ما كاينه دقه غير الشخاشيه وغير شي سميات من دقيقيه ما مات كيف تاني والهواريات الهواريات انا الهواريات مجمع السير هي اللي ساكن الشخيمه اللي حدا يعني تا هو مجمع ايوا هذا هو كانوا الهواريات شكون اللي كانوا الكبار كانت كانوا الناس الهواريات كانت ماشي زهر عمر اول مره زهر عمر جات من بعد ايه كانت واحد ماما تيقول لها زين بالتباويه وكانت تحضرها في ماتت مسكينه في باب احمر وكانت واحد المراه لا محجوبه حتى هي مراه غليظه وكذا هواريات هواريات الحقيقيات هواريات منهم اللي معنا في الدرب زهر عمر زهر عمر زهر عمر ولات تحازت الفطومه تحازت هذاك الولد راه ماتت حتى هي كانوا القصباويات نيت الشيخات اللي كانوا تيجيبوا في العرس ديك الساعه كانوا تيجيبوا فليفله 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 كانت فليفله كان جاب لنا خويا دخل على مراه هي هاد فليفله كانت شيخه بحال لا لا يلاه ودرب السقايه كان فيه مولاي بويه تيبيع العواد داير الحانوت في ركجه في سيدي منصور غير بالقصب اييه كان المطاعي تيبيع الخضره ايه وكان حسن حشاكم تنقولوا لي حسن تيبدي يجر تنقولوا لي كي الكبش راح انا تدرك مسدودة علاش ربعة القفولة قدام درب المنبه قدام درب المنبه كان الكوادشي هذا كان داير الكوادشة تمايا سي مهدي كان داير الكوادشة الروا ديالو الى فتي الحمام ايوا كانوا الناس يعني خوت وماشي كي دابا ما انت معنا قبيله في الشيخات بديتي باللولانيه الشيخات الشيخات اللي كانوا ديك الساعه ايوا كانت فليفله فليفله اي كنت هذيك التلفه اللي سميتهم بطلحه كانت زرعوني ولا ما عرفتش يقولوا ليها زهره عمر لا كان نجابها خويا في الدار قعدت عنده شي عام كبوره الشيخه كبار الشيخه كانت اللعابه اللعابه اش الفرق بين الشيخه واللعابه ماشي بحال بحال اش الفرق بيناتهم ايوا الشيخه راه شيخه واللعابه تعطي لعبه غير السيسي بالطريجه والدادو والهواري والهواري لا حيت كاين الهواريات واللعابه كاين الشيخه ايوا الشيخه بالكمال جا وصوت عالي والبوق البوق بحركه ما كانش البوق كان يضربوك على الطبيار وكانت فليفله حتى هي ايوا هادشي اللي عند الله والشيخ ام فاطمه مرتي دار ايوا اش تكون هاد السيده شيخه حتى هي كانت تلعب واختها مينا مرت كان واخذها القراب بطيب الله يرحمه مينا بنت القراب هي مينا بنت القراب وحدها هذه مينا اختها سممت هاكوك عرفت اش قلت انا مينا بنت القريري وبنت ماشي القريري بنت القراب ايه كان معاها ساعدو في بياتي اييه سير جبتها لي في الرباط انا في حتى واحد لا انا جبتها لي كل شي ناس جاو عندي من الرباط والي بنتي وجبتها لي هكذاك
كيف كيف يا عبد الله؟ ايوا هادشي وين الناس دوزوها؟ بالمناسبة اللازم مثلا بحال مثلا هادشي التال تمد محمد الخامس رحمه الله وجات وجا الحسن الثاني تا هو رحمه الله فاش تولى الملك بالنسبة للأنشطة نيت والمحبة الجيران و ها؟ ما بقاش كنا تنطلبوا وقيدة تنسلفوا من الملحة تنطلبوا الملحة ولا ما عندك الخبز تعطيهنيا تيجي الخبز من الفران كنا تنديروا جمعية كنا تنقلعوا الدم ونديروا شعبانة تنديروا عاشور اش تسميو هذاك تقلع الدم؟ تنقلعوا الدم تنديروا شعبانة وتنقلعوا الدم من الجينة وتنجيبوا النقاشة تحجمت؟ إيه شي هو ايوا نجيبوا العباد كل دريبه ولا كانت الحومه كلها هي اللي اللي بغى حنا درنا في هذه الحومه اللي بغى كنت يجي يتفرض معنا ونديروه واش هذيك التقليعه الدم واش تديروها باش تزينوا الرجلين ولا تحيدوا الدم خاصه تندير الزواقه وتنحيدوا الدم من العام العام في شعبان وتكشيتي من تكشيتك أي وكنا تنديرو عشر بتكشيطو والناس خارجة داخلة ما كاين اللي يقول لك اشتي هذوك العيوط ديال عشر الى تعقلي على شي حاجة والله يرحم والديك شي شوية امشي انا نيت اللي قاعده معكم مع الصوت كان عندي كنت بغيت نخرج الشيخة واش بغيت منك انا داك العيوط القدام الله يا وليدي الله فينو فتحت القرجوطة لا لا الكلام الكلام وكان الغنى في شي شكل وكنت مكلتهم في شي شكل وكان عبدوها في شي شكل وكانت فين دابا ما بقات الكاسيت ما بقى فيه داك الشيء هذا عاشور ما علينا الحكام عطيني بحالها ايوا تنديرو التكشيطه تنشرطو في شعبان تنديرو قليه الدم بالقعده ونهار الزوج الرجال اللي تيقلعوا لكم الدم ولا العيالات؟ العيالات ايوا تنشرطو نديرو القعده غير بيناتكم العيالات ولا كاينه شي وحده اختصاصيه هي اللي كدير لكم الفصاده؟ هي اللي تتشرط لنا شكون هي؟ لا صفيه راها في درب قباله لا صفيه اللي في درب قباله هي اللي كانت تشمل العيالات اي تنمشيو نشرطو تتشرطو الجرحى بالرماد لا تتشرط لنا ونكلو الحنه ونجيو نقعدو نلعبو والغدا تنديرو الزواقه هذاك باش بالزوار بلاكر ايه ونديروا القعده نقعدوا بلاكر الفاسي ايه ونقعدوا نبرزوا ونديروا اللعابات الزواقه تتبقى في الرجل صافي الان كل ما جاب الله بتطوري عليك ها هي نيت تنشرطوا نديروا القعده بتكشيطه وعاشور تكشيتي من تكشيتك قلبي عليها نقلب عليك واحد العام خرجنا كاع واحده وقعدنا في الزنقه تنلعبوا يعني حتى جالسين في ديوركم تنقولوا عاشور ما علينا الحكام كانت الوقت من شي دابا الحياه كان دابا كاع هذا الشيء كانوا كان الحياه كنت تحترم الناس تحترموا وبنادم ها وبنادم الكبير تنحترمه ودروك ما باقيش والو ها ما بقى حي دروك عاشور تحت ما كاين اللي يدق عليك حتى الطريجه ما كاين اللي يشرا والو بيجي عبد الله الا سبياتي في الدار لا لا بغيتيني تلقى بها وعندي في الدار حتى لا بغيتي تلقى اللي يضر الله كانت لي شلا وكانت هادي ام فاطمه مرتي دالت هي وختها مينا مرت القراب ومحمد الزهيري كنا تنجيبوها تتغني لينا محمد الزهيري تغني لينا واختو كان واخدها ولد امي الدريسيه ولا عبد الواحد قدام دار مولاي الحسن دار امي الدريسيه راه شراها هاد الراجل تايبيها لما انا حدا نقدم عمر دخلتي لدار مولاي حسن ناظر في يامات عيد العار شو يامات هذاك الشيء سمح لي دخلت ايام كل شيء ودخلت من اللي خويا ويدا جو دار العرس مع مولاي احمد ومع مولاي عبد الله داروا حتى هو تجوج مبارك ومسعود والمحجوب ويدا قعدوا دوزوا العرس دوزوا في دار مولاي حسن النضر دوزوا في الرباط وجو دار لهم مولاي الحسن النضر قعده دار لهم قعده تما داك الشرف داك ايوا الوقت كانت زينه كانت وكرونفيل عبد العزيز تنخافوا منه خو مولاي الحسن النضر ايه غير تنشوفوه تنهربوا ما حسن السوسي كان شد داك الكراج اللي في مضرب تدلا لا بغيتي تدخل اييه فكان جبيلو كان الناس تشو ليه الفول كان ضعيف بحالنا بحالو شويه حتى تشرى الكمايو شد داك الكراج ولا تيدفع السلعه على قدال انه انا باش تدفع السلعه على قدال كنت خدامه في السبيطار ديالها قدال اييه
اي ها خدمت مع واحد الكنانير تمايا كان يشبه الماريستان لكن سبطر ديال بدال ياك السير كان يعني انت عاد الماريستان لا 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 انا خدمت تمايا يعني مع كوماندار شيف كنت مع واحد الجنينار فتحي تاو سميتو كنت معاه تمايا وكان الخير وتنجيبو الماكله وكان عبد السلام ولد مغري هو وعبد السلام اللي في درب تادله هما اللي تيكومونديو في السميطار هكذا. وبالنسبه لزينب واش عمرك حضرتي شي سهرات حضرتي شي سهرات جاو السي حسي كي كان وكي كان داك الشيء تمشي تخدم غادي لدار الباشا السيف تبرع وتلبس التكشيطه الزينه وتمشي لدار الباشا بغيتي تخدم والسي حسيتك ادخلوا مواضيع اش نقول لك دوزوها الناس ودازت وماشي تخرجوا كي تخرجوا كامل واكلوا الناس واكلوا وتخرجوا وتخرجوا اياه جات عندي انا عجوزتي حقاش تجي عمها شتات هاد البنت ولا زهر اللي كان ساكن عندنا في الدار مسكين الله يرحمها كانت خدامه عنده اي زعما انا سمحوا لي انا كبرت مع الاجراء انا السنه فاش مات السي حسي مات في واحد الوقيته ماشي ديال يعني هو عزيز عليه حوايج وعزيز عليه اللعب ولكن تفخور ما كانش عنده بزاف ما كانش يتفخر ما كانش يتفخر وبالرغم انه كان خول قلاوي ايوا راه خوت خوت وعقوزتي كما ولدو شوف شوف اسيدي وهاد البنت اللي عندي تيجيوها احلالها من هكا شكون اللي عندك انا تعرفهم كلهم انا اوراق عندي انا اوراق اوراق عبد المالك واخت عبد المالك اللي كانوا في ظل بديع ايوا هذاك ولد عمهم هي اللي راه ولد عمهم مات مسكين الحاج في دوره اللي ضرب اي اللي كان تيور فوالا اي ضروره شرا هذاك اللي يهدي حشكم اي بنتو ايش تجيك بنتي ها مزيان انا كنت مجوجه اوراق هكذا اوراق يا كنتي في ظل بديع انا كنت شاريه مع الشرفه مع مولاي عثمان في ضرب الشرفانيت اي هذا أيه الله يحفظك اللازم هذا اي هذا مولاي عثمان هذا هذاك الكفايتي راه تيجي اي دار بادزي الكفايتي هو بات بادزي راه تيجي لمي هكذاك الله يرحمك الوالدين وليا وكانت لالا جماله لالا سكينه وكانت باشا مطرحال وزبيدة الشرادي حبيبة المحجوب حبيبة بنت القايد المحجوب هي بنت القايد المحجوب ورحال قايد رحال فشك الجور وبنت الجلزيني راجل باشا باشا غير من البارح من البارح وكانت دار الجرديني دار الجرديني تا هي وكان دار المختار بالحاج المختار النقيدي النقيدي راه بنت اختي هكذاك لا اله الا الله لازم بغيت نرجع معاك لكرونفيل كرونفيل مالو عاودي لنا عليه الله عمر هذا واخا نصراني شي واحد العرق نتاع المسلمين مو ماشي نصرانية مو عندك هو وليوتي ماشي بيغ ليوتي كان فيها الكوماندار واخذ واحد المراه الزهره تتخرج عليها كانت مع بحر وكان بريمه في درب السقايه وكان هذاك الموضوع فين ساكن الكوماندار كانت ملكه مرت النصراني هي اللي حيدت ملكه مرت النصراني حتى هي كانت تما هذا الحاج الله يرحمه بوجلاخه كان في دار مخزن سي جلالي كان مخزن في دار الباشا شويه ولا في دار مخزن وهادشي تنعرف انايا وهذاك الجامع اللي في درب السقايا كانت فيه واحد شي بركه وكنا ذبحنا بيبي انا مع اليوتي والدراري ذبحنا واحد بيبي هرب لي اليوتي كان معاكم لا اليوتي ما كانش لا غير تخبيا الساسه جوج وانايا ومرت سي عمر ولد اللبلع وقلنا بغينا نقلبوا على الخزنه لانه عامر هو يهرب لينا بيبي ما باقي لقيناش والسقايه اللي كانت تما كانت تدخل لينا منها معيزة الجامع تدخل لينا قد هكا تشوف فيها بعينيك وتنهربوا كان ديك الساعة بريمة اللي شد المدرسة واش معيزة القبور ولا معيزة الجامع؟ معيزة الجامع تدخل من الجامع وتدخل للسقايه الجامع راه مسدود
شتي بعينيك ويلي كي دايره صغيره تخرج من تحت الدفه بحال العقربه كنا جنون كنا جنون بحال العقربه هي تخرج من تحت الدفه ديال الجامع هي تنشوفها انا من اليوتي من الفوق غادي تتكبر تتلحق عند السقايا تتولي معيزه ولا زين بغيت نسولك دابا على طريقات المعروف اللي كانت تديرها لا فاطمه النينيه المعروف كنا كنا تنعرفوا المعروف تيدار في كل حومه احنا كنا تنديروه في درب السقايا ياك كنا تنديروه في درب شتوكه عندنا سيدي احمد ومالك هاي الا شتي بعينك خرج على الناس اش اللي خرج هذاك سيدي احمد ومالك خرج على عباس ودمو جميعه قال لك خرج عليه قد مشيشه غادي تبعو 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 حتى لحق من باب الدار قال لك ولا ليه طور هذيك هي الدخله ديال تاع عباس تمت لا اله الا الله كان الحويسي الله يرحمه اللي مات محيد مشاي قبل دابا الحسين الحويسي اه الحويسي كان فرمني مع النصارى بكريف السبيطار ديالو قدال وتقلبت بهم الطياره ومات كانوا تيشوفوا كاع هذاك الشيء مجموع كان سيدي احمد ومالك كذا ومثال تيخرج في الليل كيطور خرج على با شحال من خطره كان مولاي احمد القاضي تيطلق جليلو ويخرج يتمشى في قاع الدار بشتوكا تنخافوا منه دابا ما بقى خوف لو بالنسبه لدابا الرحاله كي كان تيدوز المعروف ايوا كانت الله يرحمها امك اللي تدي المعروف تهضر بالرحاله وتكون عيسى واو وحمد شعر ماشي من اللازم انت من الدار قالت لك وقف عليها من الولد تانا ما نكذبش عليك وقف عليا ولكن مع نديرو دروك راه ما يقبل ليا حتى حد ما راه بغيت نديرو ولكن سيدي محمد بن عاشير طبقا العامنيات ديك الساعه كانوا العيالات كيتفرضوا بعضياتهم دابا بغيت ندير المحروف نرفد القفه نشوف مرا اخرى ونطلبوا ونديروا ولا ويتر هذيك الساعه كانت معاكم ويتر بيقول لك الناس غير ما لقيت حاجه دروك دار الفلك ما بقاش كيف كان ايه دار الفلك ما بقى دابا العجب ولا وكنا تنطلبوا الخميره نطلبوا الملحه ونسلفوا خبيز نسلفوا زعفران دقيق كنا خوت عطينا داك الشيء داك نعطي عليك دابا لا دابا الا قالت لك ويتر زين مات الله اعلم مازال مازال الله اعلم كان مسكينه تاتا تجي ونتا كل شيء انت شحال خدمه هذيك السيده مسكينه ايوا شحال فتلات وشحال انا ناس ايوا والله يديك امي شغن نقول لك على ناس نهار كان سيرفيس خبز ناكلو كانوا الناس خوت وعندي عندك دروك كل شيء موجود وتحت ما تعرف ها المهم كاينين كاين رفود الملك وكاين رجوع الملك ايوا رفود الملك كلينا خلا ضربو ترسلوا لنا الدفوف شكون اللي هرسو؟ الله يعرف شكون عرف اللي هرسو دروك مشينا ليهم شكون اللي كان فيه هرس ديك الساعة؟ والله إلا سادين دارنا وديرنا الخشبة وركلها وطيحها وما سوق وطلعنا تخبينا ما لقينا فين طلع علينا ساليكا من فوق السطح جاوني قلاوة بالعصي تخبيت تحت القصرية الصابون خباوني الناس وهذوك الناس اللي خباوني بابا يهربوا خبطوهم اش نقول لك دازت علينا ما نكذبش عليك هادشي في رفود الملك والحمد لله غير نرجع الملك كل شيء مشى ايه الحمد لله رجع كل شيء تغسل من التات ايه من اللي رجع الملك عاودي لنا على الفطره ديال اللي رجع الملك كي خرجتو ما باقي تعرف المره خرجه واش علينا ولا مشي ولا حفيانا حنا نبارك غير ملي قالنا حيا الملك ايه ها خرجتو فيه مشيتو وفي ايام اللي مشى الملك مهجورين ما ذبحنا ما كلينا ما مصبنين ودوي بشويه لا يسمعك شي حد لا تشحال ما كان ما نطلب الجوع والنوع وكل شيء كاين وما كاين والو حد ما شرا الكبش حد ما ذبحناش ما حيت قادا وجاونا قال لك تراو الهيضره هيضره وحده جبنا عند الجزار هيضره وحده جبت عندنا ذاك الجزار دروك راح انا تتبع الدجاج سيدي منصور هيضره وحده ضغط على الدرب مجموع من فوق السطح هيضره وحده علاش؟ باش يعرفوهم ضحاو اللي ما ضحى قال لك ما عاد بيقطع على راسه ولا شبا يدير ليه والناس تتبكي ولا تيبكي وهي دوره واحده طلعت انا فوق السطح طلع هذا فوق السطح هي دوره تتمنى هما واقفين كان ولد الستي مخرجها فينا كان جري كان جري كان جري هذا ما عرف الله واش ويجي سالقان ويضرب لينا الدفه غير بركله بركله تضربها وطيح حق الله العظيم قالت نقولها لك صحاح اللازم من حيت قاعد تقدرت شتي على اختي اللي بقيت انا قلت نديرو الحجره لتحت والدفا ونكلوها بالخشبه على حق هرسوا علينا دخلوا علينا مرمدونا في الحقيقه ولكن احنا كاع داكشي جاسك
كله غير ملي قال يحيى الملك ما بقيت تحط عقلي شي حاجه. حنايا ملي جا الملك شي دروك رجعوا الملك ملي رجع خرجوا المشور. ايه عاودي لينا على هذا خرجنا عريانين. ايه عاودي لينا على هذا الخرجة. وهذيك خرجة غزالة ما عمرها تقد باقي ما عمرها تكون بحال ديك الخرجة. كان المرحوم محمد الخامس لا في الرجوع ديالو بعد الرجوع بدل الرجوع فاش جا المشور مالو خرجتو نتوما من القصبة نخرجوا الا بغيتي نخرجوا كاع علينا حتى جامع الفنا نخرجوا حنا المبارك اللي الملك تنديروا العلامات تنديروا هذه لابسه الحوايج تاع المراه هذا الاعلام وحنا بخ كان ولد السيتي محررها فينا وكان مقدم الله يرحمه السيد العيد اخوه هي ديال هنا انا تنجي على القصبه انا كنت في القصبه ديال جات رشتوكا هكداك هنا ما حضرت هذا الشيء هكداك 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 في دار هكداك هكداك ايوا دازت القضيه زوينه ومولاي حمد القاضي حتى هو اللي قال داك نعم تخرج لينا الا سمعنا حتى نلعبوا ولا شي نهينا وندخلوا غير نخليوه حتى يدخل ونخرجوا نلعبوا حنا فرحانين يعني بجاي الملك نعم الله يديك ايوا هذا الشيء اللي طلع حتى هو دابا كاع ملي ما تبنتش مع الناس راه واف تفول مسدود عليه الدار بالقبل. لا اله الا الله مولاي احمد القاضي ياك هذا هو كنت فين تما في دارو نيت اي فواحد الدار كنت دايز راه عليها القفل في الطريق اللي تقسي بالناس سدوا عليه قال لهم لا تديوني اشكو كان داير خاين نقول لعبوا تقول لنا سيروا في حالتكم وهذا وذاك ونهار ملي تخدم الملك وذاك الشيء ما دارش به وحنا حتى حنا ملي رجع الملك تردوا عليه الضد ديالو هكذاك هذا الشيء هذا هو اشكو حنا شويه هادشي لا صعاب نعم ولكن كيفاش اللازم انت تتعاودي لي دروك هاد رشتوكا وعشتي بزاف ضل البديع وما ما طولتش كاينه عشت ضل البديع شريت واحد الدويره وجاتني صغيره وعي مرضات لي هاد البنت في السبيطار وجاو عندي بنات التوكي اييه اييه تسمع جاو عندي ولاد الورزازي اييه ولاد السي عمر جهنمه اييه ولاد مولاي الحاج المصلحي اللي في القصور اييه ودرت ليهم الكعده الراحه لبنتي وجبت داك عبد اللطيف البصير عبد اللطيف البياتي ودرنا في الجل راه البياتي راه تاريخ سمح لي مني نصلا ودرنا الكعده في ديك الصابه ديال التشريف ماشي ولد هنا هو قلعه هو القلعه درنا الكعده في ديك الصابه ديال تدار هذا المخزن ديك الصابه ديال مولاي عثمان هي اللي في اللي في درب الشرفه في ظل بديع اللي حدا ضربه الداز هي هي انا بيت زيها بيت داز ايوا درنا ديك القعده تمايا وداك الشيء فرحه بزاف صحيح يعني ملي كان الملك ترفد ما تناكلوا حتى الخبز هكذا واخا طيبوا في الطاجين ما تعيبوش يدوز واخا كنتي في ظل بديع وكنت ما واحد الباب تيقول لي حبس من الصباح اييه عاودي لينا عليها اش نقول لك الا بغيتي تدوز منه تا خصك اللي يدوزك ما يمكنلكش باش تدوز منه وحدك هذيك الطريق اللي دزنا منها الباب اي راه تحق عليك تشوف شي حد انا تيدوزني ولد الشريف ولد مولاي عثمان هكذاك هكذاك غير لا كانوا تيجيبوا ليه المساجن تما مكبلين بالكبال اييه وتيقولوا لي حبس من الصباح اييه هذا الشيء قالته لي امي انا ما لقيتش فيه الحبس اييه انت ما عشتيش ديك الساعه لا ما شفتهمش ما بقى حبس ديك الساعه لا ما لقيتوش لا ولكن امي تتقول لي تل 1945 وخدمت والحمد لله اللهم لك الحمد وحداش هي نعم لله مرة حرام ما شفتو الحمد لله وتزوجت انا كنت مجوجة بات هاد البنت ولد القايد موح وكان في السيرفيس وقبضتو ليه يمشي لعندو شي وطرات لي كسيدة ومات ما تنتخلصش عليه تيتخاصمو معايا باش نتخلص قلت لهم انا شديتو ليه يمشي لعندو شي ويموت وملي مات ما نقبضش الفلوس وتيصيفط لي السي الغزواني ديك الساعة ويقول لي باقي الدوسي ديالك قلت ليه والو انا رزاق الله وخدمت مع بيوليوتي خدمت مع غرانفال خدمت مع جني النار اللي كان قدام دار مولاي علي تنمشي نسربي ليه الا كانوا ضيافين نعني ضربت واحد التمارة ولكن التمارة اللي ضربت ما تناكلش رزقها وحدي ايه كتقتسمي مع الناس
الله يطول عمرك يا لاله زينب. وربي ما خلانيش. لا لا يخطيك يا لاله زينب. هذا هو اللي قال لك الرزق اللي تاكل منه وتوكل منه تيدير لك الله فيه البركه. ايه تماما. وتخاصمت مع خويا غير على والو وخرجني وطفي بالدار الصباح انا دايزه لقيت مولاي عثمان ياك عرفتي مولاي عثمان. اي اي اي. عيط عليا والمعزه والمعزه. مالك الكحله؟ قلت لي وال انت اللي بتفرطيها فرق معايا. قال لي قول لي مالك؟ قلت لي هكذا. قال لي اللي جيتي من الخدمه دير واحد جوج بيوت شريهم. عطي لخويا 28,000 ريال واجي ندير لك الملكيه. ونبدا نتلي بهذيك الدار. وذاك الملكيه دارها ليا وبنيت الدار ودوزت فيها ايام زينه. كانت مرات لي عند البنت وكنت مسافره مع ولاد الخيريه خدامه في لازونيس في هذيك الدار ديال البشاويده. اييه اييه اللي في المشوار. اييه اييه اللي كنا فيها الوالد ديالك البشاويده. اييه ديالك البشاويده. اييه هكا هكا وكانوا شادين اصحاب السبيطار ديالها وكذا اللي فيها هذيك لا فاطمه تتقري لوليدات وطلقوها وشدتها الخيريه ما تعرفهاش هي كان فيها وكيدير السي الغزواني اللي في المحكمه هو اللي كان مقابلها انا خدمت عنده وكنت بغيت نخرج عياط شي جلا كان عندي الصوت لا اله الا الله فاصل حتى لا اله الا الله لا اله الا الله مزيان بوفسي ودركتيه ها بوفسي ويلي تخضر وفلي وفلي فلا لا فلفله انا ما دركتها جواني بوفسي وفلفله قعدت معايا حتى عيط كان عندي الصوت وخرج فيا واحد خرج هنا محطوط ايوا من تما تقطع عليا الصوت لا اله الا الله هادشي اللي عطى الله المهم دوزتها وتحاسبوني راكم قلت لك هنا ولد حسن تبارك الله مصطفى حبيبه اوراق مع با اللي مات وجوج بنيات ماتوا ليا وما عمرني مشيت للسبيطار لا اله الا الله قبليه في الدار وما عمرني صبحت والده نعسه تنولد ونوض تبارك الله دوكا يعني خدمتي هذيك الخدمه ديالك جرات عليك حركه كاين لا سيزاريان والو هذيك تولد وتنوض صافي تنولد وصبحت نمشي كنت خدامه في واحد الشركه ديال البودره كوزينيا وصبحت والده التوامه تنخمم تلقيت الناس كتار كيديروا انا نعود كل شيء ومشيت قبلت عليه قال لي مالكي كي مريضه قال لي جيتي قلت لي لا كل ما جيت تقوم معايا الشنطي هاني قال لي كون كنت قاريه شو تديري والله الا كملت نهاري في الخدمه حتى جا واحد من العطاويه صبحت والده حتى جا واحد من العطاويه اللي بلاصاني عطاني اللي قسم لي الله وجيت قعدت 7 ايام وكليت كنت انا كل كيلو ديال اللحم في النهار تبارك الله احيانا نترشوا شيء ونقول لي دور ما بغاش يدور زوينة لازم نترشوا شيء دور ما بغاش يدور انا نقول لي دور ما بغاش يدور والناس كانوا تيديروا شعبانة والناس باقي جدات هذا باقي من النهار مشات ماتت عمر شي حد ما قال وادي المعروف والو نيان يا مشى مع ماليه تلقى في شي ناس عطيها لهم صغير كبير ديك الحرقه ديالهم هي تيغيبو ما بقيتش حد يقدر هذيك الحرقه وكانت معايا الله يرحمها ياك شحال هي معايا شكون هي؟ جدات سكون جدات جدك بعدا مبا حمان لا مبا حمان وامها هكذاك وجدة انا راه عقلت على على الله على اش يقول لي على مت جدة ايه ترى عقلت عليها ايه هكذاك وكانت هذوك عزيزه قال لها زين في القاره ايه وتطبطب وتكجب شعرها ايه تمشي شعرها شوف يا أسد. فاطمه قرن يقرر ضرب العروبي بالعربي اسكت مسكين اشرف عقيل كانت ساكنه معايا في ذاك البيت عيط عليها وازوين با ويلي ويلي تي داير هادشي نقول لها ما تصدعينا ما رحنا ما يا ويلي يا ويلي يا ويلي وتقعد تقرش ماشي جات وعمرنا ما تخاصمنا معاها ما هذا جده عمرنا ما تخاصمنا كانوا الناس خوت وما تعطيوني كرا والناس كانوا كنا نقول لك قناعة وشاد جده ومش اخوها النيني اي وسكن معايا السرحان راه بعت لمو بعت لمو اللويزات من عنقها وجوجته وطلق عليا بالماء زوين با كاريك بكره حيله قلعتي لي الويزاتي مشيتي جوجتي شتي لي شليحه ودرك خلا وليداتو هبطوا عليه رحمه شتي هاد هشام
هاد هشام. هشام السيكليست. اسمح لي واحد النهار جا واخا دابا طلع قصيب نحس سيكريت. سيكريت هشام. اي هذاك تري هشام. ولد منين هذا؟ شاف ومن وصلت سيدي ومن جا وصلت مسران صغير ملي جا واحد النهار ما عرفت غير تخليته حتى الصباح وغسلته في ذاك البيت واحد الغسله لايله من هذيك عليها الله. دوك تنمشي نسقي لا ما سولت فيه على ثلاث ايام ولا اربع ايام نمشي هشام كي داير لاباس وجاب عندي بنيته وجابت لي واحد زاد هنا. ايه تزاد هنا لا ولا زبيده ولا فاطمه ولا شي جوجتهم ياك هادشي كاين. هذا انس المنحن من وراء الميكروفون. شكر موصول المخرجنا السي محمد مصور. الى اللقاء في حلقه اخرى بحول الله. الحومه القديمه حومه الرجال والنساء الخيار. الحومه القديمه حومه الناس الشعبيين البرار. هذه حومه اشتهرت بعلمائها. هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها. وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس المنحوم.